طبعا احنا سعيدين الليله بتواجدنا بالقرب من استاد البحرين الوطني لتدشين هذا الموقع كموقع للفود تراكس اللي موجودين. بدات الفكره كمكان اللي يكون فيه تهيئه للفود تراكس، واليوم وصلنا الى تقريبا 50 واضطرينا ان نوقف العدد عند 50 كتجربه اولى. ان شاء الله في النسخ القادمه في مساحات كبيره اللي ممكن نتمدد ونزيد فيها العدد. راح يستمر ذي كأول مرحلة لمدة شهر، ومن ثم إن شاء الله بنجدد، بنحاول ننوع في عدد التراكس والأكلات المتوفرة عشان نعطي فرصة أكبر. إحنا طبعا في وزارة التجارة فخورين أن أطلق نشاط الفود تراكس تقريبا قبل 3 سنوات، وكان شيء جديد على البحرين. اليوم عندنا 329 سجل تجاري نشط في هذا المجال بملكية بحرينية 100%، ونشوف الشباب والشابات البحرينيين يعملون في هذا القطاع ويجنون ثماره. أيضا صار عندنا 3 مصانع في البحرين اللي تصنع الفود تراكس وتهيئهم، وقمنا نصدر حتى لدول الخليج من مصانع البحرين فود تراكس مصنوعة في البحرين. فالحمد لله يعني من فكرة بسيطة تطورت إلى يعني قطاع متكامل، من قطاع خدماتي إلى قطاع صناعي إلى قطاع تجاري. أيضا في المرحلة القادمة هناك في تركيز من القيادة، وأيضا في ملف جديد وبتكون هناك نقلة نوعية للشباب بشكل عام. الملف بأيدي أمينة الشيخ ناصر بن حمد وصندوق الأمل، فإحنا نطلع التعاون مع كل الجهات التنفيذية بحيث أن نطلع مخرجات جيدة لأبناء هذا الوطن شبابنا.